هي المستقيم الذي معادلته x زائد 3y يساوي 4. هذه نسميها معادلة عاملة. أيضا لدي المستقيم الآخر، لدي المستقيم الآخر دي نقطتين 3x ناقص 2y يساوي 0. أيضا هذه معادلة عاملة مستقيم. لاحظ في هذه المعادلة، في المعادلة الثانية a 3 b ناقص 2 c 0. نعم، إذن الشكل العام لمعادلة المستقيم AX زائد BY يساوي C. اثنين، الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم. الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم دي نقطتين Y يساوي MX زائد B. معادلة المستقيم طلاب، قلنا يوجد لمعادلة المستقيم شكلين، واحد الشكل العام، نعم نرمز المستقيم بالرمز D، دي نقطتين، شكل المعادلة AX زائد BY يساوي C، حيث A و B و C أعداد حقيقي. مثلا لدي المستقيم دي نقطتين X زائد 3Y يساوي 4. هنا A 1 و B 3 و C 4. دي نقطتين 3X ناقص 2Y يساوي 0. هنا الـ A 3 والـ B ناقص 2 والـ C 0. هذا الشكل العام لمعادلة المستقيم. ثانيا الشكل النموذجي، الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم دي نقطتين y يساوي mx زائد b. الشكل العام هذا شكل نموذجي، y يساوي mx زائد b، حيث العدد m هو ميل المستقيم و b هو عدد حقيقي. مثلا دي نقطتين y يساوي 2x ناقص 1. عندما يكون المستقيم مكتوب بهذا الشكل نسميه الشكل النموذجي. y يساوي x زائد 1، ايضا هذا مستقيم مكتوب بالشكل النموذجي. ايضا دي نقطتين y يساوي 3x، هذا شكل نموذجي. اذا لمعادلة المستقيم شكلين، شكل عام وشكل نموذجي. الشكل العام AX زائد BY يساوي C، الشكل النموذجي Y يساوي MX زائد B. لدينا رسم المستقيم، كيف نرسم المستقيم على مستوى الإحداثيات؟ في الواقع من أجل رسم المستقيم على المستوى الإحداثي علينا إيجاد نقطتين من هذا المستقيم، A التي إحداثياتها X1 فاصل Y1 و B التي إحداثياتها X2 فاصل Y2. نمثل هاتين النقطتين على مستوى الإحداثيات ثم نصل بينهما فنحصل على المستقيم D. انظر لرسم المستقيم على مستوى الإحداثيات علينا معرفة نقطتين، ولتكن النقطة A التي إحداثياتها X1 فاصل Y1 والنقطة B التي إحداثياتها X2 فاصل Y2. علينا معرفة هاتين النقطتين من المستقيم، نمثل هاتين النقطتين على مستوى الإحداثيات ثم نصل بينهما فنحصل على المستقيم D. ولكن السؤال من أين بدنا نحصل على هاتين النقطتين؟ طلاب النقطة فيها إكسات وفيها وايات، أحصل عليهما من معادلة المستقيم. بالضبط من معادلة المستقيم. كيف؟ بعطي قيمة لإكس. هل الصوت واضح لديكم طلاب؟ ممكن تقطيش الصوت، مشكلة في ضعف. إذن هاتين النقطتين اللتين سوف أمثلهما، هاتين النقطتين أحصل عليهما من معادلة المستقيم. مثلا إذا قال لي أرسم المستقيم دي نقطتين واي 2x ناقص واي يساوي الواحد. لدينا المستقيم الذي معادلته 2x ناقص واي يساوي الواحد. اعلم أنه لرسم هذا المستقيم علينا إيجاد نقطتين، لرسم هذا المستقيم علينا إيجاد نقطتين. لاحظ أنا عملت جدول بسيط، في السطر الأول X في السطر الثاني Y. اجيت أنا عطيت قيمة لX من أجل X يساوي صفر. اجيت على المسودي عوضت في معادلة المستقيم قيمة X صفر. نعم
بكون حصلت على واي، يعني صفر ناقص واي يساوي الواحد، ومنه الواي تساوي ناقص واحد. احصل على نقطة اكساتها صفر وواياتها ناقص واحد، وسميها النقطة اي. اذا حصلنا على النقطة اي صفر فاصل ناقص واحد. بدي نقطة تانية، بعطي قيمة اخرى لإكس. هاي النقطة كيفية من عندك بتعطيها؟ ولتكن اكس يساوي اثنين مثلا، انا رجعت اعطيت لإكس قيمة اثنين، بدي الواي وعوض اثنين في معادلة المستقيم. لاحظ 2 اكس ناقص واي يساوي الواحد، عوضت 2 2 ب 2 4 ناقص واي يساوي الواحد، معادله من الدرجه الاولى مجاهيل الطرف معاليم الطرف، ومنه ناقص واي تساوي 1 ناقص 4 ناقص واي تساوي ناقص 3 وعليه الواي يساوي 3. حصلت على النقطه الثانيه التي اكساتها 2 وواياتها 3 اللي بسميها النقطه بي. بعد ما حصلت على هاتين النقطتين ارسم مستوى الاحداثيات الاو اكس واي. رسمنا مستوى الاحداثيات ومثل عليه هاتين النقطتين. لدي النقطة صفر ناقص واحد تمثل هنا، اكساتها صفر واياتها ناقص واحد. النقطة اثنين ثلاثة، لاحظ اكساتها اثنين واياتها ثلاثة، هاي النقطة بي. انظر هذه النقطة اي وهذه النقطة بي، اصل بين النقطتين اي وبي، احصل على المستقيم الذي معادلته 2x ناقص y يساوي الواحد. اذا لرسم المستقيم علينا معرفة نقطتين، لرسم المستقيم علينا معرفة نقطتين. كيف؟ من معادلة المستقيم، بعطي قيمة لx بحصل على y، بكون حصلت على النقطة اللي احداثياتها اكس واي. برجع بعيد الكرة تاني مرة بقيمة كيفية اخرى، امثل هاتين النقطتين على مستوى الاحداثيات، اصل بينهما فاحصل على المستقيم المطلوب. مثال ثاني، يعني قيمة الاكس نقطة من عندنا؟ ايوه، قيمة الاكس قيمة كيفية، قيمة الاكس قيمة كيفية. انتبه علي على هذا المثال. مثال، ارسم المستقيم دي نقطتين واي يساوي اكس زائد واحد، واي يساوي اكس زائد واحد. هذه معادلة نموذجية، نفس الشيء معادلة عامة او معادلة نموذجية. نعم، هذا المستقيم معطى بالمعادلة النموذجية. الحل من اجل رسم المستقيم علينا ايجاد نقطتين. عملت جدول هيك، جدول بسيط، هون اكس وهون واي، اعطيت لاكس قيمة صفر. كيفي هاي القيمة من عندك انت، هاي الصفر بعوضها هون، صفت الواي تساوي صفر زائد واحد والتي تساوي الواحد. نعم، برجع بعطي لإكس قيمة ثانية ولتكن اثنين، بعطي لإكس قيمة اثنين وعوض في معادلة المستقيم هاي اثنين كمان نقطة كيفية من عندي، واي يساوي اثنين زائد واحد والتي تساوي ثلاثة، فأحصل على النقطة الثانية اثنين ثلاثة. نعم، أرسم مستوى الإحداثيات، رسمت مستوى الإحداثيات، مثلت النقطتين، لدي النقطة أي إحداثياتها صفر واحد، والنقطة B 2 3. هاي النقطة A 0 1، النقطة B 2 3. لاحظ هاي النقطة A وهاي النقطة B، أصل بين هاتين النقطتين فأحصل على المستقيم المطلوب. لدينا حالات خاصة لمعادلة المستقيم، انتبهوا علي جميعا. لدينا ثلاث حالات خاصة لمعادلة المستقيم. أولا، معادلة المستقيم المار من المبدأ، معادلة المستقيم المار من مبدأ الإحداثيات. طلاب، المستقيم المار من مبدأ الإحداثيات الحد الثابت فيه معدوم، يعني معادلته العامي AX زائد BY يساوي صفر. معادلته العامي AX زائد BY يساوي صفر، ومعادلته النموذجي Y يساوي MX. يعني في الشكل العام C ما موجودة، وفي الشكل النموذجي العدد P مو موجود. يعني المستقيم المار من المبدأ الحد الثابت فيه معدوم. أمثلي عن مستقيمات مارة من المبدأ y يساوي 2x، هذا مستقيم هذا مستقيم مار مبدأ معطى بالشكل النموذجي. أيضا 3x ناقص 2y يساوي صفر، أيضا هذا مستقيم مار من المبدأ معادلته معطاة بالشكل العام. انظر، لدينا المستقيم المار من مبدأ الإحداثيات الموضح بالشكل، انظر هذا المستقيم، هذا المستقيم دي المار من المبدأ. في الحقيقة هذا المستقيم هو المستقيم الذي معادلته y يساوي 2x.
اثنين المستقيم الأفقي. المستقيم الأفقي طلاب ركزوا لي على المستقيم الأفقي والمستقيم الشاقولي، مهمات جدا جدا في المنهاج. المستقيم الأفقي هذا المستقيم موازي لمحور الفواصل لا يقطع الإكسات، يعني في معادلته لا يوجد إكس. المستقيم الأفقي الموازي لمحور فواصل هذا لا يقطع الإكس، معادلته سوف تكون، سوف أرمز له بالرمز دلتا، دلتا نقطتين واي يساوي الإل، إل عدد. هذا العدد، هذا المستقيم يقطع محور الوايات في نقطة اسمها إل، عندئذ معادلته واي يساوي الإل. نعم، مثلا لدي المستقيم الموازي لمحور الفواصل، مثلا على سبيل المثال لدي دلتا واي يساوي 2. محور الفواصل هو محور الإكسات، هو المحور الأفقي. محور فواصل تبع عليه هو المحور الأفقي، المحور اللي فيه إكس. المحور فواصل بيدل على الإكس، ومحور التراتيب بيدل على الواي. لاحظ هذا المستقيم أفقي يوازي محور الإكسات، يعني ما بيقطع الإكسات، يعني ما في إكسات، معادلته واي يساوي عدد. مثلا لدي المستقيم واي يساوي 2 دلتا، معادلته واي يساوي 2، ولدي مستقيم أفقي آخر دلتا نقطتين واي يساوي ناقص واحد موضح بالشكل على سبيل المثال. لاحظ المستقيم دلتا نقطتين واي يساوي 2، نعم، يقطع محور الوايات في النقطة 2، خلاص هذا هو واي يساوي 2، هذا مستقيم أفقي. بكرة في بحث النهايات وفي بحث المقاربات بدي اتعامل معهن كثير، من هاللق خلونا نخلص منهن. دلتا نقطتين واي يساوي 2، هذا يسمى المستقيم الأفقي. ثلاثة المستقيم الشاقولي. المستقيم الشاقولي هو المستقيم الموازي لمحور التراتيب. المستقيم الشاقولي موازي لمحور التراتيب، هذا المستقيم لا يقطع الوايات، معادلته دلتا نقطتين اكس يساوي الاي، معادلته دلتا نقطتين اكس يساوي الاي، لا يقطع محور الوايات. لاحظ دلتا نقطتين على سبيل المثال اكس يساوي ناقص واحد، دلتا نقطتين اكس يساوي 2، شكله موضح هنا. لاحظ هذا المستوى الاحداثي، لدينا هذا المستقيم دلتا هو اكس يساوي 2، لا يقطع الوايات، عندئذ ما في معادلته واي. طلابنا بهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم.